احنا النهارده بنتكلم عن البوتي تريننج، عايز اعرف بقى عندكم اولاد قد ايه الاولاد؟ إيه انا عندي ولد وبنت 9 سنين توينز. انت قلتي لي قبل ما ربنا معاكي، وحضرتك كان عندك اولاد غيرها؟ لا هي بس. وانت عندك اولاد قد ايه؟ عندي مريم ويوسف. عندهم كام سنه؟ مريم 7 سنين ويوسف 4. عديتي يعني مرحله البوتي يعني تريننج؟ يعني يا دوبك خرجنا منها يعني. عندك اولاد قد ايه وعندهم كام سنه؟ عندي واحد مصطفى 3 سنين. ده انت لسه في مرحله البوتي تريننج. البوتي تريننج مرحله صعبه جدا على الامهات كلها، بالذات طبعا اللي عندهم توينز الله يكون في عونك. بس عايزه ابدا بالجيل اللي قبل كده، كانت مرحله صعبه ان احنا نقدر نعدي مرحله ان هم يبطلوا يستخدموا الحفاضات ويدخلوا التويليت عادي، ولا عدت بسلام؟ هي في الاول كانت صعبه، وبقيت سوري يعني البسها بنطلون وكده، لما يتبل بتزعل واقول له البوتي. البوتي اقعد يعني اتبلع منك ايه البوتي خلاص. لا هو انا كنت بستخدم الكفوله والحاجات انت عارفه اللي هي الحاجات التدريسيه الحلوه. ايوه اللي بنقعد ندعك على ايدينا. يعني تعبتي طبعا في المرحله اللي كانوا لسه معتمدين عليها في الاول تعب كبير، فكنت مستعجله انك تخلصي من المرحله دي اكيد. بصي هو برضو انا عشان كنت متفرغه ليهم كنت ما بشتغلش يعني ما اشتغلتش، فكانت بالنسبه لي كل حاجه يعني سهلة. مش صعبه. حضرتك ابتديتي معاهم بقى مرحله البوتي تريننج دي وهم عندهم قد ايه؟ سنه ونص تقريبا. سنه ونص. اياميهم كان حفاضات ولا كان في كوافير وحاجات تانية؟ كان في كوافير طبعا، وكان في برضه حفاضات. لا والله بص انا علمت ولادي، ممكن تستغربي يعني، ان هم يقعدوا على التويلت او البوتي من سن 4 شهور. يعني اول ما بدا يقعد اصلا كنت بحسس البيبي ان هو قاعد على حاجه. احنا فعليا ابتدينا نبطل نستخدم اي حفاضات واحنا عندنا 3 سنين و7 شهور. دي البدايه ولا كانت لا دي كانت المرحله الاخيره؟ احنا فتره التريننج ابتديناها تقريبا 3 سنين وشهر 3 سنين وشهرين. يعني قعدتي تقريبا 6 شهور في المرحله دي نقول تقريبا. ابتديتي وهم عندهم قد ايه؟ لا مفيش، من 2.5 سنين بقى 2.9 شهور وهو داخل على 3 يعني. ماما ما كانتش بتقعد تقول لك ليه متاخره؟ لا بتنتقد طبعا. انت بطلتي وهو عنده قد ايه؟ يعني من كام شهر كده. من كام شهر؟ ليه الفرق ما بين الاجيال الاكبر وبيننا كده؟ يعني كل الاجيال الكبيره بيقولوا احنا قعدنا 2 شهر، احنا الموضوع مطول معانا. هيك بتحسي ايه الفرق؟ عشان احنا قاعدين في البيت متفرغين لهم، في صبر، والامهات دلوقتي كلهم موظفين. امتى هيفضوا؟ الفرق بيننا وبينهم ان دلوقتي اغلبيه الامهات الصغيرين بيشتغلوا، احنا كنا متفرغين لاولادنا، احنا كان عندنا صبر، هما ما عندهمش، هما عايزين كل حاجه بسرعه. اخيرا عايز اعرف بقى نصيحه تقولوها للامهات اللي هيبداوا مرحله البوتي تريننج، ابدا مع حضرتك طبعا. الاجيال الجديده اللي طالعه دي دلوقتي صعبه. مش صبوره، ما عندناش خلق. صعبه. بالذات الاطفال صعبين بصراحه. ما تسمعيش كلام حد خالص، اعملي اللي انت مقتنعه بيه، اوصلي للمرحله ان هم يكونوا فاهمينك، لان في الاخر زي ما قلت لك احنا بنربي بني ادمين، خليهم يفهموا هم بيعملوا ايه، فده هيسهل عليها مراحل كتير طبعا. ما يبقاش في، ما تصرخيش في وش العيل عشان ما يتخضش، ما تضربهوش، عمر العنف ما بيجيب نتيجه يعني، ده رايي يعني. وانت رايك ايه؟ السن بقى يبقى اصغر بقى، يعني بعد التجربه ان انا عملت سن كبير يبقى السن اصغر بقى شويه عشان يحس، يبقى اتعامل مع الاحساس، لان الفهم ما جابش نتيجه. المفروض يبتدوا بدري من سن سنه او اقل كمان، يعلموهم تدريب التدريج عشان هي تعود. لما بيتعود بيحس، بيبقى سهل عليه. وانت بقى من تجربتك اللي انت لسه فيها؟ لا يعني خلينا كل ما يبقى بدر يعني كل ما يبقى متاخر يبقى بيفهم احسن. انت شايفه العكس بقى؟ ما انك لسه بتعترفي ان ساعات في حوادث في الليل. بالظبط. بس هو يعني هو كبير فاهم ان هو ايه ده، انا قرفان من نفسي مش عارفه ايه. لا هو كبير فاهم، ان هو صغير قبلك كمان سنه اشوف التجربه نجحت معاكي ولا طنط. ايه اللي عندها حق؟ نورتوني، مبسوطه انك معايا. شكرا.